على إثر حرائق الغابات التي سجلت في الساعات الأخيرة، خاصة منها بأعالي تيزي وزو وجبال مزوارة وأكفادو ببجاية، وباعتبار أن شبكة الكهرباء هي بمعظمها في أوساط الغابات المعنية، وحتى أن النيران كانت في بعض المناطق على مقربة من شبكة الغاز، تم قطع الطاقتين طاقة الكهرباء والغاز كعملية احترازية لتأمين المناطق المعنية ريثما تتدخل المصالح المعنية لإخماد النيران، ثم يتم مباشرة مراقبة التوصيلات الخاصة سواء كان بالكهرباء والغاز وضمان بعدها الإمدادات للمواطنين. خلية متابعة تم تنصيبها على مستوى صنع الغاز لتسهيل عملية الدعم للمناطق المعنية سواء كان بالمورد البرشري المتخصص أو حتى العتاد لتعويض الشبكة المتضررة.